السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله هنكمل شرح منهج كونكت بلس الترم الثاني KG1، وهنكمل شرح يونت 6 او الوحدة السادسة. Let's go shopping. Let's go shopping. دعنا نذهب لنتسوق. وكنا انهينا المرة اللي فاتت شرح page 22 او صفحة 22، والنهاردة هنشرح page 23، وهنحل مع بعض بعض التدريبات من كتاب الاكتيفيتي بوك. خليكم معايا، وقبل ما نبتدي لازم يكون معانا الكتاب وقلم، ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. Language use. Language use يعني استخدامات اللغة. وهنا بيكلمنا اصحابي عن حاجة اسمها present simple. present simple او المضارع البسيط، هنا بيعرفنا ازاي نعرف المضارع البسيط وازاي الافعال يعني الحاجات اللي احنا بنعملها واحنا بنقوم بحياتنا اليومية. يعني انا باكل، انا بشرب، انا بنام، انا بروح، انا باجي، انا بأذهب، كل ده اسمه فعل. فعل الحاجة اللي بتعبر عن حاجة انا بعملها، حاجة انا بفعلها، ده اسمه فعل. In English اسمه verb. verb يعني فعل، يعني كلمة بتعبر عن حاجة انا بقوم بيها وانا عايش حياتي بشكل عادي. طب احنا عرفنا المرة اللي فاتت يا اصحابي الضمائر. يعني ايه ضمائر؟ يعني كلمات اللي بتعبر عن انا، اللي هو myself اللي هو نفسي انا، ويو يعني انت، وهي وشي وات، هي يعني هو. لما بتكلم على ولد، اخويا او صاحبي او بابا او المستر بتاعي، لو راجل بقول عليه هي يعني هو. طب لو بنت، ماما او اختي او المس بتاعتي، بقول عليها شي يعني هي. طب ات اللي احنا قلنا عليها بتيجي لغير العاقل، واحنا عرفنا يعني ايه غير العاقل، يعني الحيوان الكلب او القطة او الكتاب بتاعي او اي حاجة ما فيهاش عقل، جماد او حيوان، يعني غير عاقل، يعني بنقول عليها ات هو او هي الغير العاقل اللي هو الحيوان والجماد والنبات. وي يعني نحن، انا واصحابي، انا وناس معايا. لما بتكلم عن نفسي وناس معايا بنقول على نفسنا وي يعني نحن. يو يعني انت او انتم. لما بتكلم حد وانا واقف قدامه بيكلمني بقول له يو، لو هو واحد بس بقول له يو انت، ولو هما مجموعة ناس برضو بقول لهم يو انتم. واخر حاجة كنا عرفناها المرة اللي فاتت زي يعني هم لما بتكلم على مجموعة من الناس، مجموعة اشخاص واقفين بعيد عني، مش واقفين قدامي خالص، وانا بتكلم عليهم انا وحد تاني، فبقول له عليهم هم يعني زي هم، زي يعني هم. طب احنا المرة اللي فاتت كنا عرفنا الضمائر دي، ودلوقتي عايزين نعرف بقى الـ present simple او المضارع البسيط. ومش لازم تحفظوا الكلمة دي خالص. لما باجي اتكلم عن حاجة بتحصل دلوقتي او بتحصل كل يوم، حاجة بتحصل بشكل دوري، يعني كل يوم مثلا انا باكل الصبح، بفطر الفطار بتاعي، كل يوم انا مثلا بروح المدرسة في ايام الدراسة، لو في الاجازة مثلا كل يوم مثلا بذاكر بعض الدروس او بلعب بعض الالعاب، لو مثلا في من العادات اليومية بتاعتي او الديلي روتين بتاعي اللي احنا كنا خدناها قبل كده، انا مثلا بصحى الصبح بغسل اسناني. فالحاجات اللي بتحصل كل يوم بشكل دوري دي تعتبر present simple او بتعتبر مضارع بسيط، لانها عادة يومية او حاجة بتتكرر بشكل معين في حياتي كل يوم، كل اسبوع، كل شهر، كل سنة. المهم ان الحاجات اللي بتتكرر بشكل منتظم في حياتي دي، الحاجات برضو اللي محتاجة، الحاجات برضو اللي فيها حقيقة علمية، الحاجات اللي الثابتة اللي الناس ما بتختلفش عليها، زي مثلا الشمس بتطلع كل يوم. الشمس لما بتطلع كل يوم ده يعتبر present simple، لان دي حاجة بتتكرر بشكل دوري محدش يختلف عليها، كل يوم الشمس بتطلع.
فده برضو بنقول عليه الـ present simple. المطلوب مننا يا اصحابي ان احنا نعرف يعني ايه present simple، يعني مضارع بسيط، يعني حاجة بتحصل كل يوم او كل وقت معين، المهم ان هي بتحصل بشكل دوري، بتتكرر كتير في حياتنا ومفيش اختلاف عليها، فدي بنقول عليها الـ present simple او المضارع البسيط. واللي عايزين نعرفه في المضارع البسيط ان الفيرب او الفعل اللي احنا قلنا عليه اللي هو الكلمة اللي بتعبر عن الحاجة اللي احنا بنعملها دي، الفيرب ده بيجي مع اي زي ما هو، يعني كلمة love، love يعني احب او يحب، اي love، مفيش love هنا، الفيرب زي ما هو مفيش اي حاجة اتغيرت فيه، you love انت تحب، الفيرب زي ما هو. في الاختلاف الوحيد اللي في present simple هو ان الفيرب بيجي مع هي وشي وات، بيبقى معاه حرف الاس، يعني بنحط له حرف الاس، هي لافز حطينا هنا اس، شي لافز حطينا هنا اس، ات لافز حطينا هنا اس. بقيه الضمائر يا اصحابي زي وي مثلا بنقول برضو لاف، الفيرب بيجي زي ما هو، يو لاف انت تحب، زي لاف الفيرب زي ما هو ما حطنالوش اي حاجه. وبقيه الفيربات نفس القاعده، اي فعل بيجي مع كل الضمائر زي ما هو، لكن هي وشي وات بنحط له الاس، هي وشي وات، هو هي شي هي ات، هو او هي الغير العاقل، اي فيرب بيجي معاهم بنحط له حرف الاس علشان خاطر دي القاعده الخاصة بالpresent simple. احنا دلوقتي عرفنا يعني ايه present simple ورجعنا على الضمائر مرة تانية، وعرفنا ان القاعدة بتقول ان هي وشي وات بيجي معهم اي verb بيكون معاه حرف الاس. نروح بقى نشوف الكتاب بتاعنا. هنا بيزي بي يا اصحابي بتقول listen استمع، read اقرأ، and complete complete واكمل. فهنا طبعا اول حاجة هنستمع ليها الكلام اللي انا هقوله، هقرأ العبارات وانتوا هتقولوها بعد كده، هتعملوا لها قراءة، هتعملوا read بعد كده وتقروها، وبعد كده نعمل complete مع بعض بالكلمة المناسبة. عندنا wear، wear يعني يرتدي، wears، wears يعني يرتدي برضو، طبعا هنا wear جاي معاها حرف الاس زي ما قلنا من شوية علشان لو هنستخدمها مع هي او شي او it. فاول جملة البنوتة دي بتقول for sports، for sports يعني للرياضات، من اجل الرياضات، طبعا لما باجي بلعب رياضة. I wear، I wear يعني انا ارتدي، خدنا بالنا I اللي هو انا جاي معها wear من غير حرف الاس، I wear انا ارتدي. A cap، A cap يعني اللي هو الطاقية اللي هي لابساها دي، and a t-shirt، a t-shirt والتيشيرت الجميل اللي هي لابساه ده. فهي بتقول for sports للعب الرياضة، I wear أنا أرتدي a cap and a t-shirt. طبعا دي أول جملة، وبيزي بي حلها لنا علشان تسهل علينا الحل بتاع الأمثلة اللي بعد كده وتورينا بنحلها ازاي. طب number 2 هنا at night، at night يعني بالليل، at night في المساء. يونس الولد ده اسمه يونس، هو طبعا هنا حطت لنا نقط دوتس وبعدين كاتب pajamas، pajamas اللي هي البيجامة بتاعت النوم. يونس وير ولا ويرز؟ طبعا يا اصحابي يونس لو شلنا كلمة يونس او اسم يونس هنحط بدلها اي ولا هي ولا شي، طبعا يونس مش انا، انا مش يونس، فهنحط بدلها هي ولا شي، هو ولا هي، طبعا هو ولد فهنحط بدلها هي. طب عايزين نعرف بقى هي بيجي معها وير ولا ويرز؟ لما انا عايز اقول يونس او هو بيرتدي البيجامة بالليل يبقى يونس وير ولا ويرز؟ شاطرين، يونس ويرز، يونس ويرز يعني يونس يرتدي البيجامز. طبعا احنا هنا جبنا ويرز لان يونس ولد، والولد طبعا اللي هو بنقول عليه هو او هي، واحنا قلنا هي وشي وات بيجي معهم اي فيرب بحرف الايه، بحرف الاس يا اصحابي، فيبقى يونس ويرز بيجامز. دي اول جملة. معايا عبد الله؟ شاطرين كلكم. طب
الجملة number 3 أو رقم 3 at school, at school أو في المدرسة. مليكة, مليكة اللي هي البنوتة الجميلة اللي في الصورة دي, and سالم وسالم, مليكة وسالم. dots اللي هي نقط يعني. a school uniform, school uniform يعني الزي المدرسي. مليكة وسالم المفروض ان هم بيرتادوا في المدرسة الزي المدرسي او the school uniform. طب يرتادوا wear ولا wears؟ مليكة وسالم دول المفروض ان احنا بنقول عليهم in English they. they يعني هم. لما they او هم بيجي معاهم wear ولا wears يا اصحابي؟ شاطرين, wear, لان احنا قلنا wears او اي verb بحرف الاس بيجي مع he وشي وات بس, فالمفروض بنقول معاهم wear, لان هنا هم لا هم شي ولا هي ولا ات, هم المفروض جماعة مش مفرد. مليكة and سالم اللي هم يعني زي يعني هم, فزي او هم بيجي معاهم wear او اي verb بدون حرف الاس بيجي معاهم زي ما هو. فنقول مليكة and سالم wear a school uniform, يعني بيرتدوا زي المدرسي, لان زي ما قلنا من شوية اصحابي مرة تانية هي وشي وات بس هم اللي بيجي معاهم الفيرب بحرف الاس, ما تنسوش ده ابدا. معايا تميم انت وعبد الرحمن؟ شاطرين يا حبايب. والجملة نمبر 4 او رقم 4, in the kitchen. in the kitchen يعني في المطبخ. مالك الولد ده اسمه مالك. dots an apron, apron اللي هي المريالة بتاعت المطبخ. مالك بيرتدي مريالة المطبخ. مالك وير ولا ويرز؟ شاطرين كلكم ويرز طبعا, لان مالك هو بنقول عليه هي او هو, وهي وشي وات بس هما اللي بيجي معاهم الفيرب بحرف الاس, فمالك مفرد وممكن نقول عليه هي زي ما احنا عارفين. فنقول مالك ويرز ان ابرون, يعني مالك بيرتدي المريالة بتاعت المطبخ. وبكده نكون حلينا البيج دي وعملنا لسن, سمعتوا القاعدة بتاعت البريزنت سيمبل, وقرينا كمان الجمل وسمعناها مع بعض, وعملنا ريد, قرأنا العبارات بشكل سليم, وعملنا كمان كومبليت او اكملناها بشكل سليم. فبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده, خليكم معايا. ونوصل لبيج 24 او صفحة 24 وعنوانها at the stores. at the stores يعني في المتاجر. at the stores, stores المتاجر, الاماكن بتاعت بيع الجودز او البضاعة المختلفة. at the stores يعني في المتاجر. busy be هنا اصحابي بتقول look, look انظر. listen استمع. and say, say ثم قل. فطبعا هنا مدينا اربع صور للستورز المختلفة او للمتاجر المختلفة. مدينا هنا التوي ستور. توي ستور يعني المتجر بتاع اللعب, محل بيع اللعب. والفارماسي, الفارماسي او الصيدلية. والسوبر ماركت, السوبر ماركت او محل السوبر ماركت طبعا زي ما احنا عارفينه. والكلوزس ستور, الكلوزس ستور او محل بيع الملابس, متجر بيع الملابس. وهنا البنوتة الموجودة في البيج هنا بتقول I buy, انا اشتري toothpaste. I buy toothpaste, انا بشتري toothpaste او معجون الاسنان. from, من the pharmacy. the pharmacy اللي هي الصيدلية. I buy toothpaste from the pharmacy, انا بشتري معجون الاسنان من الصيدلية. فطبعا احنا هنبتدي نقول بقى الكلمات اللي فوق هنا اللي هي toothpaste يعني معجون السنان. skirt, skirt يعني الجيبة او الجيب او التنورة بتاعت البنات. وteddy bear, teddy bear يعني التيدي بير او الدبدوب اللعبة الجميل اللي احنا كلنا بنلعب بيه. واخر حاجة الفروت, الفروت او الفاكهة. فطبعا عندنا اربع كلمات هنا بتعبر عن اربع حاجات ممكن نكون بنشتريها من الستورز المختلفة. هنقولهم مع بعض مرة تانية
ونكررهم مع بعض علشان خاطر نبقى عارفين ان الكلمات دي تتحفظ في عقلنا بسهولة. اول حاجة toothpaste يعني معجون السنان. قول معايا يا عبد الله toothpaste شاطرين كلكم، قولوا ورايا يا اصحابي انتوا كمان. toy store pharmacy supermarket closest store. فاحنا هنا عرفنا الكلمات يا اصحابي زي ما احنا شفنا قدامنا دلوقتي كل كلمة لوحدها، وعرفنا الصورة بتاعتها بشكل جميل. ياريت نكون حافظين الكلمات دي حتى في عقلنا، ونبقى عارفين كل ستور من الستورز دي اسمه ايه. وطبعا دلوقتي عايزين نعرف بقى كل حاجة من الحاجات الموجودة في اعلى البيج هنا، التوث بيست والسكيرت والتيدي بير والفروت، كل واحدة منهم بنشتريها منين يا اصحابي؟ فاول حاجة لو انا هتكلم مثلا عن التوي ستور او متجر بيع اللعب، اكيد بنشتري منه التيدي بير، مش هنشتري منه لا التوث بيست ولا السكيرت او الفروت. فالتيدي بير او الدبدوب اللعبة بنشتري من التوي ستور، فهنقول زي صديقتنا هنا I buy teddy bear from the toy store. I buy the teddy bear from the toy store. I buy the teddy bear from the toy store. شاطرين كلكو. طب بالنسبة للتوث بيست او معجون السنان، صديقتنا هنا قالت I buy toothpaste from the pharmacy، يبقى هي حلت لنا الجزء بتاع الفارماسي. طيب السكيرت او التنورة او الجيب بتاعة البنات، لو مثلا احنا هنشتري السكيرت دي مثلا لاختنا او لنفسنا لو احنا بنات، هنقول ايه؟ هنقول I buy skirt from closest store. I buy skirt from the close store. وبالنسبة للفروت، الفروت او الفاكهة بنشتريها طبعا من السوبر ماركت، السوبر ماركت اللي هو المتجر الكبير زي ما احنا عارفينه، فنقول I buy fruit from the supermarket. I buy fruit from the supermarket. شاطرين كلكم حبايبي. فاحنا كده عملنا looking او نظرنا على الصور، وعملنا listening قلنا الكلمات ليكو كذا مرة وانتو سمعتوا ليها، وبعدين كلنا قلناها مع بعض زي ما بيزي بي قالت لنا and say. وبكده نكون انهينا البيج دي. ياريت بقى نقول الجمل مع بعض مرة تانية كلنا مع بعض. انا هقول الجملة وانتو تقولوا ورايا. I buy teddy bear from the toy store. I buy teddy bear from the toy store. شاطرين. I buy toothpaste from the pharmacy. I buy toothpaste from the pharmacy. I buy skirt from the closest store. I buy skirt from the closest store. I buy fruit from the supermarket. I buy fruit from the supermarket.
شاطرين كلكم حلوين، وكل اصحابي اللي بيسمعوا معايا وبيذاكروا معايا وبيقولوا معايا كلهم شاطرين. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 25 او صفحة 25. وهنا بيزي بي بتقول لنا look انظر and match match ووصل. فاحنا هنا هنعمل عملية توصيل بين الصور المختلفة. فهو هنا مدينا صورة التوث بيست او معجون السنان، والتويز التويز او اللعب، والكلوزس الكلوزس او الملابس، والفروتس and vegetables الفروتس and vegetables الخضروات والفاكهة، الفروتس يعني فاكهة والفيجيتابلز يعني خضروات. وهنا مدينا صورة بعض الستورز المختلفة. اول ستور ده اسمه ايه يا عبد الله؟ توي ستور. شاطر. طب والمتجر التاني ده اسمه ايه يا عبد الله؟ سوبر ماركت. المتجر التالت ده اسمه ايه يا عبد الرحمن؟ فارماسي. والمتجر الرابع ده اسمه ايه يا عبد الرحمن؟ كلوزس ستور. شاطرين كلكم شاطر. كلوزس ستور يعني متجر بيع الملابس. فاحنا هنا عندنا اربع صور لاربع حاجات ممكن نكون بنشتريها من اربع متاجر مختلفة. فاول حاجة تعالوا نوصل مع بعض، نبتدي نعمل عملية ماتشنج او توصيل ما بين الجودز او البضائع المختلفة وما بين الستورز او المتاجر المختلفة. فاول صورة هنا موجود فيها ايه يا عبد الرحمن؟ توث بيست. شاطر. توث بيست يعني معجون اسنان. يا ترى بنشتريه منين؟ من الفارماسي. من الفارماسي. شاطر. يبقى هنا هنوصل بين التوث بيست والفارماسي زي ما احنا شايفين قدامنا كده يا اصحابي. طب تاني صورة موجود فيها ايه يا عبد الله؟ تويز. تويز. شاطر. التويز دي بنشتريها منين؟ تويز ستور. تويز ستور. شاطر. تويز ستور او متجر بيع اللعب. يبقى هنوصل التويز بالتويز ستور زي ما احنا شايفين قدامنا. طب الصورة التالتة هنا موجود فيها ايه يا عبد الرحمن؟ كلوزس. كلوزس. شاطر. كلوزس يعني ملابس. بنشتريها منين؟ كلوزس ستور. كلوزس ستور يعني محل بيع الملابس. يبقى نوصل هنا الكلوزس بالكلوزس ستور. واخر صورة معانا موجود فيها ايه يا عبد الله؟ فروتس اند فيجيتابلز. فروتس اند فيجيتابلز. شاطر. وبنشتريها منين؟ سوبر ماركت. سوبر ماركت. شاطر. شاطرين كلكم حلوين كلكم. يبقى هنوصل الفروتس اند فيجيتابلز بالصورة بتاعت السوبر ماركت زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده نكون حلينا البيج دي. وعايزكم تعرفوا يا اصحابي ان البيج اللي حلناها دي ليها صورة بالظبط زيها موجودة في الاكتيفيتي بوك، وهي صفحة 22 او 22 زي ما احنا شايفين قدامها. دي هوم وورك بالنسبة لكم لازم تحلوها. هتوصلوا بين الجودز او البضائع المختلفة والاماكن اللي احنا بنشتريها منها زي ما شفنا من شوية. طبعا ده الهوم وورك بتاعكم. وهنحل مع بعض دلوقتي بيج 21 او صفحة 21 من كتاب الاكتيفيتي بوك. وطبعا موجود فيها وير اند ويرز، وير يرتدي، ويرز يرتدي برضو. وزي ما عرفنا في اول درس النهاردة ان ويرز بتيجي مع هي وشي وات بس. فطبعا هنا بيزي بي بتقول لنا read اقرأ and complete complete واكمل. read and complete اقرأ واكمل. فهنا صديقتنا اللي في الصورة number one او الصورة رقم واحد بتقول I وبعدين dots وبعدين بيجامز، بيجامز اللي هي البيجامة، to bed to bed وهي رايحة تنام، to bed bed يعني سرير، وهنا بنقول to bed واحنا رايحين ننام. فهنقول I wear ولا wears يا عبد الله؟ wear. I wear. شاطر. I wear جاي معها verb wear او يرتدي من غير الاس، لان I زي ما قلنا من شوية بيجي معها الفعل من غير الاس. طب هنا في الصورة نمبر 2 او الصورة رقم 2 نانسي، نانسي البنوتة الجميلة دي، دوتس نقط A school uniform، school uniform او الزي المدرسي، to school to school وهي رايحة المدرسة. طب نانسي هنقول عليها وير ولا ويرز يا عبد الرحمن؟ ويرز. 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 شاطر. ويرز يعني ترتدي. طب قلنا ليه ويرز؟ لان نانسي
المفروض ان هي بنوتة، وبنقول على البنوتة او على البنت هي ولا شي ولا ات ولا اي ولا وي ولا ذي. شي. شاطر. شي شي يعني هي، وشي بيجي معها الفيرب بالايه؟ اس. شاطر، بالاس زي ما احنا عارفين مع بعض. شاطرين كلكم حبايبي، كلكم حلوين. طب والصورة رقم 3 او الصورة نمبر 3 مكتوب فيها شريف، شريف ده اسم الولد ده، دوتس نقط، شورتس، شورتس يعني الشورت طبعا، and cab والكاب، for sports، for sports من اجل لعب الرياضة. يبقى شريف where ولا where's؟ قولي كده يا عبد الرحمن. where's. where's شاطر. where's ليه؟ لان شريف ده المفروض بنقول عليه I ولا he ولا she ولا it ولا we ولا they. he. هي شريف، هو هو يعني ولد بنقول عليه هي. وطبعا احنا عرفنا ان هي بيجي معاها اي فيرب او اي فعل بيكون معاه حرف الاس. يبقى شريف wears shorts and a cap for sports، يعني شريف بيرتدي الشورت and والكاب for sport، for sport لاجل لعب الرياضة. طب والصورة نمبر فور، الصورة رقم 4 مكتوب فيها ندى and نادر، ندى البنوتة دي ونادر الولد ده، dots a uniform to school، a uniform زي المدرسة وهم رايحين المدرسة، اليونيفورم اللي هو الزي، to school وهم رايحين المدرسة. هنقول عليهم where ولا where's؟ تقدر تقول لي كده يا عبد الله. where. where. شاطر. وير ليه؟ لان ندى اند نادر مش هما، ما ينفعش نقول عليهم لا هي او شي او ات، هما ذي، هم. وطبعا ذي بيجي معاهم الفيرب بدون حرف الاس زي ما احنا عرفنا من شوية، هي وشي وات بس بيجي معاهم الفيرب بالاس. فبالتالي ندى اند نادر وير ا يونيفورم، وير يعني يرتدوا اليونيفورم الزي to school وهم رايحين المدرسة. وبكده نكون انهينا درس النهاردة، والمرة الجاية ان شاء الله هنحل مع بعض الاكتيفيتي بوك الخاص بالنيد والوونت او الحاجة والرغبة، وهنشرح الجزء بتاعها طبعا في يونت 6 مع بعض ان شاء الله. وفي الختام اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد، وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.